تحرقيش سواعدة في مراكش. سواعدة احنا ما بغيناش نخدموا الفساد، ما بغيناش نخدموا الحرام. انا اخويا جاي حاقده، انا يا يعطوني حقي وحق ولدي يا يخرج يتيروا فيا بالقرطاس. غامره بحياتي على جال ولدي باش ولدي يعيش مزيان ويعيش راجل. مغامره بحي انا كنت كنقول لولدي، اقسم بالله الا كنت كنقول لولدي ولدي قرا وخدم وتولي بوليسي هنا في بلادك في بلادي. ما خطيت انا كنموت على الملك ونحماق على الملك، وهو با وهو اخويا وهو انا بغيت حق ولدي. انا يحلوا لي ندخل، اقسم بالله يحلوا لي تندخل، ندي ولدي يعيش في السنتر وياكل باطل، يلبس من الزوبيا من الصلاح. انا ولدي هنا ما لابش الكسوه، ما مكسيش، ما راش يدقوا عليا القايد يقول لي واش ولدك كلا. سلام خويا، جاي باش نحرق حيت ما رانيش عايشه الحياه في بلادي اللي كنعتبرها بلادي وكنبغي بلادي وكنموت على بلادي. ما عايشاش الحياه. ها انت شوف، هيا الاولى جوج روابز عندي فيا ازماتيك، فيا الضيقه، فيا الضيقه ياك، ومزوجه مطلقه وعندي وليد. عطاوني لامو قال لك سيري قلعي لامو غادي يعطيوك، قلعي الراميد غادي يعطيوك لامو. قلعت الراميد عطاوني لامو، خلصت فيه 500 درهم. قلت الحمد لله يا ربي لقيت باش نوكل ولدي. خلصت 500 درهم الاولى، 500 درهم الجاوجه. جلالة الملك محمد السادس الاب الروحي. انا ما عايشاش اختي، انت لا عايشه. انا ما عايشاش، انا ما عايشاش. جزائريه وعايشه في ما بقيتش في بلادي، جيت للمغرب. كنعتبر المغرب هي بلادي، وعاش الملك وكنعتبر المغرب بلادي. انا يلا با مات، با مات في الجزائر وما جابتنا هنايا. ملي كنا صغار وحنا عايشين هنا، يعني الام ديالي مضطره تعيش هنايا. مادام با مات في الجزائر مضطره امي تعيش هنايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المتابعين المتابعات القناه العزيز الغاليين على قلبي. تحياتي للوطن الحبيب بلادي المغرب، وتحياتي للملكي محمد السادس، الله يحفظه الله ينصره الله يشافيه يا ربي امين. خوتي ملكنا الحبيب محمد السادس راه هو اللي حامي الشعب المغربي، راه هو اللي زيد بالمغرب القدام، راه هو اللي خلى اسم المغرب تبارك الله كل لؤلؤه يتلألأ في الدول. الملك الحبيب ديالنا هو اللي خلى مشاريع الكبرى تبارك الله في المغرب، هو اللي تبارك الله طور من المغرب ما شاء الله، هو اللي خلى المغرب فوق القمه. وهذا الشيء خوتي رحنا محسودين عليه، وعارفين نتوما بالله الحساد ديالنا ما اكثرهم. واول حساد هما الجيران اللي الحمد لله على الابتلاء ديال الله، بلانا بهم الله فالله ياخذ فيهم يا ربي الحق. الجيران اللي دايرين بحال داك الوسخ اللي تيدخل ما بين الضفر واللحم، انتوما راه ما عارفينش الخخا خير، راه ما عارفينش يا الكبرانات كيفاش المحبه والحب اللي بيننا وما بين مالكنا محمد السادس. الشعب المغربي الملك محمد السادس تيجري ليه في العروق ديالو مجرى الدم. هاد الكراغيل اخوتي اللي بطبيعه الحال ما دخلش ليهم لعقلهم انهم هما واحد الدوله اللي خربه، واحد الدوله اللي دوله البترون ودوله الغاز، ويعيشون الفقر والمجاعه. هاد الكراغيل باش يمشيو يصلحوا بلادهم ويديوها في الجهه الضارهم لا خوتي حاسديننا، ولكن نتوما تتحفروا والحفره اللي حفرتو تطيحوا فيها. حيت المغاربه الحمد لله تيبغيو مالكهم، وما عندكم فين تدخلوا يا الكراغيل. دائما غتبقاو الكلاب النابحه وغنبقاو الاسود، والاسود تبقى اسود والكلاب تبقى كلاب. حيت اي واحد بغى يضر ليا بلادي فهو العدو ديالي. اعداء الوطن والكراغلة وكل عدو للمغرب فانتوما اعدائي، حيت انا تنبغي بلادي ونبغي بلادي دائما تبقى في الامن والامان بحال اللي تعوضنا عليها. وهذا الشيء الحمد لله الا كان في بلادنا المملكه المغربيه فبمالكنا الحبيب محمد السادس. وتحياتي للاسره العلويه، وتحياتي للشعب المغربي وللامن والسلطات المغربيه.
بغيت نسول انا واحد الحاجة، كوني مغربية، السلطات المغربية، علاش هذيك ستار ما تعتقلاتش؟ حيت هذا الشيء اللي شفنا في هاد اليومين هادو راه ماشي جاي من فراغ، حيت ما يمكنش تطلع ستار وتهضر وتسب مالكنا وتسب المقدسات وتسب الشعب المغربي وتنعتنا بالكلام الفاحش، ولحد الساعة علاش ما تعتقلاتش؟ عاود اخوتي غيجيو هاد الوقائع اللي شفنا في الشمال لوليدات اللي بغاو يعبروا الضفة الأخرى، الوليدات اللي شفناهم غاديين أفواج، اللي وسطهم كاينين خاخا خير، واللي وسطهم شفنا مصريين وشفنا جزائريين. كيفاش أخوتي؟ كيفاش هادشي؟ هادشي جا من فراغ؟ لا، هادشي مخطط ليه، حيت طبيعة الحال المغرب غادي تبارك الله في ازدهار، غادي في تقدم، حيت المغرب بغى ينظم كأس العالم، والخاخا خير حاسديننا. اي ازدهار واي تطور واي خير زاد في المملكه المغربيه من مشاريع، من ما شاء الله ازدهار عندنا، فهاد الجيران هادو المكبوتين تيبقى فيهم الحاله خوتي، منا من بلادنا الحبيبه، حيت راه فوق القمه، راه احسن دوله في العالم هي بلادنا المملكه المغربيه اخوتي. انا سنقولها وانا كل افتخار، وهز راسي الفوق، وانا سنقول انني مغربيه، والله الوطن الملك. ولكن اللي تيحز في نفسي ان هاد الكراغيله، هاد الكبرانات، داروا واحد الخطه باش ينوضوا بطبيعه الحال الفتنه، ويديروا واحد الصوره مسيئه لبلادنا الحبيبه المغرب. واللي ضرني في خاطري انكم انتم اعطيتوهم الفرصه انهم يبارطاجيو هاد الصورة علينا. انا ضرني هادي في خاطري يا عباد الله، ضرني كمغربية في خاطري. عباد الله، وليداتنا في الوقت اللي خصهم يكونوا في الاقسام ديالهم وغادين في المسار تاع المستقبل ديالهم، مشاو قال لك بغاو يعبروا للضفة الاخرى. واللي زاد حس في نفسي وخلاني ان قلبي اللي تيبكي ماشي عيني، ان المواد ديالهم، كاين بعض المواد اللي مأيدين وليداتهم في هاد الشوهة اللي داروا هاد الوليدات هادو. بالله عليكم، واش شفتوا بحال هاد الشوهة في شي دولة واحدة اخرى؟ ها قولوا ليا واش كاينه بحال هاد الفعل هذا في شي بلاصة واحدة اخرى؟ نتوما اللي خصكم توجهوا وليداتكم، ونتوما اللي خصكم تزرعوا فيهم حب الوطن وحب الملك، ونتوما اللي خصكم انكم تزرعوا فيها حب الوطن لا يتزعزع. فهمتوني؟ حب الوطن تيجري في الاعماق نتاع القلب في الوقت، عباد الله، اللي تتبارطاجيو واحد الصوره وخليتو دول وحدين اخرين قنوات انهم يهضروا. حنا الحمد لله ماشي دول جوج، حنا دول الخير والخمير، حنا عايشين الحمد لله احسن عيشه، حنا بخير وعلى خير. كل شيء عباد الله تيعيش الازمه. دول اوروبيه اللي نتوما تتناديو بيها وبغيتو تمشيو ليها وبغيتو تعبروا ليها، راه تتعيش الازمات، وتيخرجوا تيقولوها واش نتوما اللي عبرتوا للضفه الاخرى غتلقاو السمن والعسل، واش نتوما اللي عبرتوا للضفه الاخرى غتلقاو الخدامي موجودين، مستقبل الجزائر والطوموبيلات، وغتلقاو الفلوس تتشتت في الشوارع. واش نتوما بخير شويه في عقلكم؟ يعني ساقوكم لذاك الشيء اللي بغاو، وانتوما اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وحنا الحمد لله عائله واحده، وحنا الحمد لله الشعب المغربي يد واحده، شاء من شاء، ابى من ابى، كاع العائلات يوقع فيهم المشاكل، ولكن الحمد لله قادرين ان احنا الحمد لله نلموا المشاكل ديالنا، والحمد لله نتعاملوا بحب وموده ورحمه مع بعضياتنا. المهم غادي نجي لواحد الكرهوليه، واحد صفرة اللسان، واحد قرقارة الجزائر اللي قالت لك جايه، واحد مقلوبه البيكيني اللي قالت لك جايه وتتهضر على الاسياد ديالها وبغات قالت لك حقها. هاي يا خوتي، راكم سمعتوا في بدايه لا فيديو، وشفتوا كاع القنوات اللبؤات الاسود تيهضروا على هذا الموضوع نتاع هذه الكرهوليه هذه، صفرة اللسان اللي قالت لك هاد التقليد هذه، اللي قالت لك جايه تطالب بالحقوق ديالها وسط بلادنا المملكه المغربيه. اش من حق عند باك انت عندنا؟ قولي لي اش من حق عندك عندنا حنا كالشعب المغربي وكاف بلادنا المغرب فوق الاراضي المغربيه؟ يا غريب خليك اديب، انت قلتيها بفمك، قلتي ان جيتي للمغرب وعطاوك 500 درهم. انا بغيت غير نعرف هذا الكرم اللي داروا معاك المغاربه، مع انك جزائريه ماشي مواطنه مغربيه، ومع ذلك خارجه وتتهضري علينا بواحد الصوره مسيئه وخايبه. وانا تنادي السلطات المغربيه، كوني مغربيه، ان اي واحد بطبيعه الحال خرج وهضر بصوره مسيئه على بلادنا،
انه يتعتقل ويتعاقب. هذيك كانت في بلادها الجزائر وخرجت وهضرت وقالت وطالبات بحقها وطالبات تبون وطالبات الفريق الاول بالحق ديالها من البترون ومن الغاز. بالله العلي العظيم يا نهار الاخر ما تشرق عليها الشمس وجايه لبلادنا حنايا، هذه بعدا كيفاش دخلات؟ وهذه في هذا الوقت هذا اللي جالسه تهضر بهذه الصوره المسيئه. فاش المغربيه بنت بلادنا قالت لها احنا الحمد لله شبعانين، قالت لها شبعانه انت اما انا لا، فعلا انت راه ماشي شبعانه، انت راه جيعانه حيت جايه من بلاد الجوع. انت اصلا الجوع بذاته وبرجليه ويديه، انت اللي تتهضري على مراكش، اش دواك انت على مراكش ولا هادو الاوامر اللي عطاوك انك تهضري عليهم؟ انت ما تهضريش على المغاربه، الاسياد ديالك ايتها الحقيره ما تهضريش علينا، وما تجيش حتى لبلادنا وطالبي بالحق ديالك، حيت سيري طالبي بحقك من عند تبون اللي خاض الولايه الثانيه، سيري قبل ما يجلس على الكرسي، وحتى داكشي اللي مخليكم شادين عليه الطوابير يجمعوا لكم ويخليكم جالسين على الدس، وداكشي اللي تحطوه فوق من الدس تاكلوه. فهمتيني يا الحقيره؟ قلتي انك تستعملي جوج الروابس، فعلا الروابس اللي عطاك الفريق الاول وتبون انك تشعلي بيهم الفتنه، فعلا انت تستعمليهم. كيفاش قلتي انت ان 50 درهم ما عندكش في الجيب وانت شاده ايفون تساوي الملايين عباد الله، ومازال تتردي على مع المغربيه في الوقت اللي تقول لك حنا الحمد لله شبعانين حنا عايشين بخير، وانت تقول لها لا انا ما عايشاش، انا بغيت نعبر للضفه الاخرى وعبري حتى لما نعرف فين، سيري لبلادك رجعي لها وعبري من ما بغيتي، ما تجيش لبلادنا حنا تواقحي علينا. وفاش قالت لك المغربيه سيري لبلادك قلتي لها لا انا غادي نجلس هنا وعايشه هنا وبغيت حقي هنا، اش من حق تتهضري عليه؟ المد كاش من حق تتهضري عليه؟ المد كاش من حق تتهضري عليه؟ اش من حق عندك في المغرب؟ انت اصلا جزائري وقلت لها فمك باك جزائري، واش لاحك علينا انتيا؟ انت اصلا اش جايبك لبلادنا؟ اخوتي اش هادشي اللي ولينا نشوفو؟ اش هادشي؟ والله حتى نادينا السلطات اش هادشي؟ راه حنا شفنا في هاد المشكله هذه، شفنا الجزائريين شفنا المصريين، المصريين حتى هما ولاو علينا كابين عباد الله، ديروا التاشيره، ديروا التاشيره لهادشي، ماشي اي واحد من او اوي عباد الله. شفتوا شفتوا يا المغاربه شفتوا؟ شفتوا هادو كي تيجيو للمغرب و تيبغيو يعيشوا في المغرب حيت الاقتصاد تاع المغرب احسن اقتصاد، حيت الاقتصاد تاع المغرب وخير المغرب احسن خير، في الوقت نتوما اللي منساقين بهاد الخطط ديالهم وبغيتو تعبروا للضفه الاخرى. شوفي هما كي تيجيو لبلادنا الحبيبه المملكه المغربيه حيت عارفين شنو عايشين في بلادهم، حيت عارفين المجاعه اللي عايشين في بلادهم، حيت عارفين الويلات اللي عايشين في بلادهم تاع الطوابير، حيت عارفين هما بلاد غنيه بالبترون وبالغاز عباد الله، وجالسين على الدست الدس ما عندهمش، جالسين على الطراب حفيانين عريانين جيعانين، وتجي لبلادنا يا الحقيره وتهضر علينا وطالبي محمد السادس ملكنا الحبيب الله يحفظه لينا بالحق ديالك، سيري طالبي تبون ديالك، سيري طالبي تبيبينه ديالك، وسيري طالبي مولكوش الفريق الاول بالحق ديالك، ماشي تجي عندنا هنا يلا هزي شطيطك وما تباتيش هنا. جالسه قالت كتجيب علينا والله بنت بلادي المغربيه اللي هضرت معاك بالصواب، والله كون كان صادفتني معاك صدفه انا وانا اللي كنت فهذيك الوقيتة موجودة تما ومشيتي تهضري بحالك، والله يا الحبيبة الغالية على قليبي يا ما فارقوني معاك، ونضرب لك الطر المغربي ونحك لك حكة مغربية حمام مغربي من داكشي بالصابون البلدي، وراكي عارفة ومازال نطلع لك واحد البرات تاعتي مشحر من داكشي الكرغولية المدكة جاية قالت لك حتى لبلادنا، قالت لك وتطالب بحقها، يلا خرجي لبلادك وتنطالب السلطات المغربية أنها فعلا هادي شد تعاقب. واش الجزائريين يدخلوا لبلادنا ويديروا لنا الفتنه؟ واش الجزائريين يصيفطوهم هذوك القراقير ديالهم، هذوك الشرف الهرف ديالهم، هذوك لوبيتال نتاع العالم يصيفطوهم عندنا قال لك ويجلسوا يضربوا واحد الصوره مسيئه؟ المدكه سيري في حالتك من بلادك.